وضعنا 183 مستثمرة فلاحية حيز الخدمة بكمية فيزيائية تقدر 103 كيلومتر. الهدف هو تزويد 499 مستثمرة فلاحية، والكمية الفيزيائية التي سوف تنجز هي 266 كيلومتر. على كل حال احنا سجلنا 499 مستثمرة معنية بالربط الى حد اليوم، الاشغال متواصلة، مما يسمح للفلاحين باش يوسعوا من المساحات المسقية، وكذلك يمارسوا النشاط نتاعهم في احسن ظروف للرفع من الانتاجية على مستوى مستثمراتهم الفلاحية.